لك وجع عرفتني الله يقرفك ان شاء الله. لك الله يعدمني هالصباح، والله عرفت عيشتي منك انا. هاتوا هاتوا لهون. بايع متخانق، بدك تغير الحياة اللي انت عايشها بس مو طالع بايدك. السعادة ما رح تلاقيها بالشارع. هيدو بلا حكي فاضي من عند الصباح. المهم هلا انا كتير جوعان، شو بدنا ناكل؟ شي ما انت اللي روحتها من ايدك فكري. من وين انا بدي اجيب لك اكل؟ مو شايفنا بالشارع؟ اخ بس لولا بنت المغضوبة، انا وشي ما كنا عايشين مبسوطين ومرتاحين، بس هي البنت خربت علينا عيشتنا. بس روق علي جنيد وانا بعرف كيف داويها. امي معقول تضلي كل الوقت بغرفتك؟ والله مليت عنك. وانت شو بدك فيني؟ انا هيك كتير مرتاحة. هاتي شيماء خانم. انا محتاجك كتير شيماء خانم. هذا الزلمة رجع اجا من كل عقله؟ شيماء خانم دخيلك، انا مريض والله على فراقك وزعلك مني نهد جسمي ومرض. دخيلك افتحي لي الباب شوي. مرضان سمعتي شو عم يقول؟ انت استني هون وانا بطلع بشوف اذا مريض عن جد. بس يا مهجة انت شو قصتك؟ ما مليت من الجاية لعنا؟ شكلك هالمرة مريض فعلا. شو اللي صاير معك؟ خير؟ كتير مريض، حاسس قلبي ما عم بيدق والله العظيم. شي ما غانو ساعدي ساعديني. الحيني امي وقع. خير ان شاء الله. شبك بنتي شبك؟ شو صار؟ طيب بسرعة فقد الوعي وقع بالأرض. يا ويلي الله. خير شو صار له؟ معناته مريض كتير. قوم رد علي مشان الله. فكري بيك لا تموت الله يخليك. فكري بيك، فكري قوم معي ساعديني بنتي ساعديني. شفتي شلون رح يموت الزلمة على فراقي؟ لازم ناخده على المستشفى، والله أنا كتير خايفة عليه. يا فكري بيك كتير شغلت اللي بالي، خوفتني عليك. كيف هلأ حاسس حالك؟ منيح صرت؟ ليش عملتي هيك شيماء؟ كيف بتتخلي عن فكري؟ ما بتعرفي قديش جرحتيني بسببك أنا وصلت لهون. لا أمانة ما تقول هيك، يعني بجد أنت مرضت لأنه أنا تركتك؟ أوف. وما حدا كان داير باله عليك؟ لا تخافي عليه، بيكون شربان وهذا اللي خلاه يفقد الوعي. مهجلك أنت شو عم تقولي؟ ما شفتي كيف غاب عن الوعي؟ كل ما أتذكر هالمنظر بحس قلبي رح يوقف. شيماء كرمالي ما عاد تقلعيني من بيتك، الله يوفقك. أنا بصراحة ما بحب أكذب عليك بشي أبداً، صح أنا شربت، شربته كتير كمان، بس اسأليني ليش شربت هيك؟ ليش شربت فكري بيك؟ قلي ليش ليش؟ لأنه أنا ما قدرت ولا لحظة واحدة أتحمل غيابك، وشربت كرمال أنسى. بس مو مشكلة، أنا بحرق كبدي حرق كرمال عيونك أنتِ. لا ولو ما تحكي هيك، والله عن جد هذا اللي صار، يعني قصدي إنه ما بيصير هيك، كركبني بكلامك. ماشي أنا رايحة أعمل لك عصير بردقان طازة. الفيتامين سي كويس للكبد. ما تقوم خليكم. ماشي. شو رأيك مهجة؟ شفتي كيف؟ أنا لما بقول بدي فوت على البيت معناتها رح نفذ كلامي. فكري لما يتشاطر مستحيل ما ينجح. معناها سويت حالك مريض بس لحتى ترجع على البيت، واللي سويته برا كان تمثيلية. شو نسياني انه انا عامل عملية؟ فكري اذا بيمرض بيستفيد من المرض. بكرة لما تكبري بتعرفي شو العبرة من هذا الدرس. ما تنبسط كثير بمرضك عمو فكري، بس الطيب انا بعرف كيف طلعك من هذا البيت. لك شو هذا الحكي اللي عم تقوليه يا بنتي؟ ما بيكفي اني بفضله لفكري طلعت من قطي؟ وانا كنت مريضة مو بس هو. طيب كتير يسلموا ايديكي. صحتين وعافية حبيبتي. انا ماني عديم الفايدة مثلك يا مهجة، على القليلة عم فيدها لامك. والله ما كنتي بحاجته اصلا. انت شو صار لك اليوم يا مهجة؟ هلا بتشوفي كيف رح اطلع مشوار كمان. هلا رح تشوفيني بعينك بتشوفي. فكري بيك تعال معي لو سمحت. يلا شوفي هلا كيف رح فيدها. انت بتفيدني طبعا.
هلا بتشوفي كيف رح اطلع من البيت. تعي معي ما تاكلي هم، انا جنبك حبيبي، لهيك بدي اطلع. يلا شيماء يا روحي امشي لشوف. يلا يلا تعي 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 معي لقلبك. تعي خدي نفس عميق بالاول. اوبا شايفتيني؟ تمام شوي شوي على ما لهون. بس ايه مو مستعجلين. لا شو لهون، فينا نكمل قدام كمان. انا اكثر فصل بحبه هو الربيع، بحس حالي كثير مبسوط فيه. إيه لا لهون بكفي بقى، وانا رح ضل معي. شوفي مهجة شبه، انت شكلك ما عاد استحيت يا احمد. كيف بدك يعني يستحي يا مهجة؟ يعني ممنوع امرق قدام بيتكم بس لانك ساكنه هون؟ بعدين هلا ماني فاضي لك، روحي مهجة. انت كمان ما تربيتي من علبة الحليب اللي كبيتها عليكي، ولا بدك تاكلي قتلة لتفهمي؟ يا مهجة بالاول فهمي الموضوع، احمد عم بيساعدني بالدروس. قبل بس قبل اي شيء قيمي ايدك. شوفي شو عم بيصير. شوفي ابني وبنتك تاكلين بعض، الظاهر بنت الغيران اللي انا لساتها بتحبه لاحمد. كيف بدي صدقك؟ بس كيف ليش ابنك وبنتك؟ لا شيء ما خانه، ما انا فهمان شو وجع على بنتك ودواها عندي، بس مو ببلاش طبعا. ماشي حبيبتي ببلاش. شو قصدك ببلاش يعني؟ ليكي شيماء انت فوتي على البيت وارتاحي، وانا بحل الموضوع مع بنتي مهجة وابني احمد، ما تقلقي انا بعرف دواهم. فوتي فوتي خلصنا بقى. يلا انا فوتي خلص طلعي من الزام الرانك، عامله حاله بريئه. وين وين انت الثاني؟ بعد عن طريقي احسن ما فيش. كل خلي فيك يا بنت روقي، خلينا نحكي جوز كلام. جوز كلام شو هاد؟ انا بعرف انه احمد تركك وشكله في وحده تانية مجهزه حاله لتاخذ مكانك. شو دخلك انت؟ هو بالعاده انا ما بتدخل، بس هلا الوضع خطير وضروري اتحرك. انا بدي ارجع لامك مهجه، وانت بدك ترجعي لابني الفاشل. شو رايك اعمل اتفاقيه جديده انا وياك يا مهجه؟ بيطلع بايدك تقنعه لاحمد؟ ايه معقول يكون في حدا بيقدر يقنعه اكثر من ابوه؟ المهم تركينا بحالنا انا والست الوالده. بس من هلا ما في زواج وكتب كتاب، هاد شرط الوحيد لاتركك بحالك. انت خليكي مع فكري وما بتخسري، بس اوعك توعي بيني وبين امك. ها حاضر، بس بعد ما يرجع لي احمد. اعتبري رجع لي خلاص. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.